اهلا وسهلا، وبدي ضوي هالشمعه لكل عربي اللي عم بيسمعنا، اكيد واجانب، بس العربي اللي عم بيسمعوا، كل واحد منا يلي ما بقى يحكي سلبيات نكون ايجابيين. تفائلوا بالخير تجدوه، لو ما في حرب ما في حب. انتبهوا، لو ما في عتمه ما في نور، لو ما في يضاس ما في المسيح. اللي بتسميه عدو بده يكون صديق حميم لإلك، وأوقات صديقك بيكون عدو وجبار. هلأ دور الإنسان حول هالكرة الأرضية تكون أشهد. بي ويتنسين، أنت الشهادة. إذا كل الوقت بدي أعملها كاك كاك كاك، في أربعة هون. نعم، بقول له مثل الأم بتضرب ولدها لأنها بتحبه. بالانتقاد تحيا البلاد، بس مش الانتقاد يلي ما في حل. فهنحط الحل، وهون الحل قبل ما نرحل وقبل ما ننحل. فإذن لا يصيبنا إلا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شو ما صار نجينا من الأعظم، شو ما صار بسببنا كل هالدمار، هالهزات، الزلازل، البراكين. والكتاب خير جليس. وقت اللي بقرا بقول يا الله، فكرت انا عم بعمل شيء غلط. يلي غلط عندي صح عندك، ويلي صح هون غلط هون. في بي هيك اسمه رفيق، قال له لابنه ليش ما طلعت الاول انت؟ ليك هيدا ابن جارنا الاول، بدي اياك تكون مثله شاطر. قال له لانه هن هيدا اللي طلع الاول عنده أمه باي أحلى منه. خلاص لما الولاد بيفهموا. في بنت عمرها 3 سنين عندها كشف بتشوف، قالت لي أمه أولي ركبها شيطان. قلت لها ركبك أنت الشيطان. حكيت على التليفون البنت، صوتها ما في أعرف إذا بقلكن ملاك أو حكيم. الحكماء ورثة الأنبياء. قالت لي ما بتصدقني، بس بتطلع بجسمي. هلأ عم بيجي كتير أولاد هيك. هيدا قدامي رفيقهم، ابنه بيرسم. البي ما كان يصدقه، كان يشوفني هو صغير وبيرسم وبيقول له هودي ناس من غير كوكب، وبيه بيصدقه بيسمعوا له. أنا وجاية هلأ على الاستوديو، قلت له للتاكسي وقف. شفت بنت مع مرة أمها، وحين هالأم طفل، والبي ماشي ما فرقت معه من النهو، بس البنت شعرها مثل أمها، مصبوغ ألوان ألوان. بس بدي حكيها. حكيت الأم بنتي، قالت لي عمرها 9 سنين، صبغت له شعره وملسته. حكيتها، قال لي البي ما بتسمع مني. قلت له لانك منك بي يعني. قال لي كيف؟ قلت له النطفه منك، بس انه جبتها من المطعمجيه او هيك او هيك. اخذت الام على جنب هيك، قلت لها كلمه، قالت لي بس هو منه عارف. يعني فهمكم كفايه. سيأتي زمان ستكسب الأم من فرج ابنتها صدوم عمورة. شو اللي وصلنا لهون؟ أنا السبب. كل واحد يقول الحق علي والحق معي. انتبهوا، شفتوا شي أرمني بيشحن أو يهودي؟ ليه؟ هلأ بلشوا الأرمن دغري بتلفن عن طليس. ما بيصير، ما في أرمني بالعالم ما بيعرف عمي خيبية بيزانتيغيا فربيد كانوا عيطول. هو اللي قال شو شحادة وليش. ونحن كعرب، كمسلمين، كإنسان، ما بقى بدي أقول عرب ومسلمين وسني وشيعي وكاثوليكي، رفع الميزان بالإنسان. حطوا علم نيومرولوجي أو معين الدين الششتي، ك
كل كلمة بتقولها سلبي بتفوت فيك. هالبرامج المنحطة كلها مش 99 100% بما فيهم انتو انا وهون وبهالمحطة منحطة. سألنا ليش البنت عم بيلبسوها هيك مزلطة، سألنا ليش كتافة وكله لازم يكون مبين. حطوا علم الحج بلبنان، مين ما عيط لك يا حج بدك ترد؟ الحج مسلمة، بس الرجال اللي اسمه نقولة بعيطوا له حج، هو البابا نويل. مارا نقولة. فإذا هالتبذير اللي عم بيصير بس تتلبسوا البنات هيك والصبيان هيك وصار الشاب من البنت منه معروف بقى وكلهم تاتو مثل ما عم بتشوفوا يا اشباه الرجال والنساء. انا ما صدقت بلبنان بامريكا فيها المشكله، بس هون 85 صاروا بالاشرفيه لا بنت ولا صبي. They have penis and vagina. والاطباء بطلب منكم لما تعطوا ادويه للبنت يلي ميوله اكثر بنت تهروا شعرها. 3 ماتوا بالسرطان من الادويه، وفي وحده ما فيني اقول لكم شو جميله، قلت لها تعي على النيو تي في ولي هون بحبوا الحلوين. قالت لي انا صبي، بس قد ما اعطاها ادويه تيهروا اخذت انباطه 12 ما بيدقوا وبعدها عم تمشي وهي. قلت لها اذا فحصتي دمك وقالوا لك سرطان ما تخافي. طلع سرطان ترمينال كيس وماتت. يحيي العظام وهي رميم، تعوا على البيت لعندي رح لكم في دواء كل شيء. الحل بالعقل. قبل ما انسى رح حط رقم رانيا اظان، ما الي امل الا فيها. وبشكرك وبشكر بيك رانيا اظان، محل على الحازميه ما بعرف شو بيقولوا له على الصياد هونيك، حتى اوتيلز مستشفى سان شارل. رانيا أظان 0545676666 4567666 هي الوحيدة يلي بوثق بالبضاعة اللي عندها ناتوراليا. فإذا شو ما كان عندك شو ما أخذت رحت على المطعم أكلت رعيت نفسك وكله أحي حطوها بالبيت. وبكل وقيحة روحوا فيها على المطعم خذوها معكم هي نحالي. واحلى قومي بوشي او خوخ الدب موجود بسوريا 7 انواع، بلبنان 1 او 2. كلنا عنا خوخ الدب عندها. خلص رفيق حوايك مدري وين وين انت بالجبل هوني في عنده اياها بكل بيت زرعوها يا اخوتي. ما تدفعوا 500 دولار لواحد يعطيك حبه، رفيق بتعطيهم للناس حبه بيعطيكم. روح على حصبية بيعطيك جوز أسود صدقة. هيدي محاية أكلت وحمضت معدتك، الولد معه هيك ديك معروف. طيب كتير. وإذا ما صار لك هيك ابدأ بالملح واحطهم بالملح ها هشام، بس يكون ببيتنا في ملح وقمح ومي. وما بديكم تشتروا مي بقى، 10 دولارات بالسنة بتنظفوا ميتكم. وفرجيتكم وقلت له قالوا لي لا بقى تحطيها على التلفزيون. روحوا على ظهر الصوان مدري شو اسمه داريا مطرح يلي هو اجو عبده اوغست عبده عنده اشياء كثيرة وبتشفي كثير. وراح طلعوا معي على التلفزيون عنده سرطان بزلعيمه. قالوا هيك هيك عم بتموت نبر خدها سميناها الإمبلة. تلفنت لي قلت له اسعد تعال عندي الليلة بتطلع معي على التلفزيون مغطي لك وجهك لأنه نقاط الأطباء ما بتقبل. صرتوا تعرفوا ليش. حطوا ادوارد باخ باخ ريميديز
بتمنى كل اللي بفوتون على المطار لأنه الممنوعين ندخلكم نسمحوا. وقت اللي بتجي على المطار وجايب تنقول 20 حبة 20 قنينة، جيب 5 6 زيادة، أعطيه لهالدركة أو هالشخص لأمه أو هو أو ابنه، أعطيه قنينة. نعم، ريسكيو ريميدي دغري 5 نقاط. وعنا بلبنان عم تتركب خلص، مما يليك بدنا ناكل، مش يا نون يا كاف، يليك. فإذا اليوم منقول ما بدنا نكون سلبي، هالسلبيات يلي عم نحطها بتيابنا بأكلنا وين ما كان، بالمطاعم بالموسيقى، شفتوا الانتفاضة اللي عم تعملها أمنا الأرض بسببنا نحنا، صار عنا نيجاتيفيتي، هزات وزلازل وبراكين. وطبعا مع حق أوباما يتهم الشيشان، بدي دايما الحق على اللي لقطوه وحرقوه وقتلوه، بعدين بتطلع تاني إشاعات، وما بدي أسمع لا الإشاعة ولا الحقيقة. الحقيقة اللي أنت بتختبرها، ما تصدق شو بيقولوا الناس. وفسر الماء بعد الجهد بالمال. فإذا اليوم منقول شكرا ومنحط هاللون الأحمر يلي هو لون الظهر، sun gazing، أول أذان ارتفع الظهر، قالوا لي الجريجوريان تشانت هو ترمي الظهر. أكثر شيء الواحد مزعوج، ما بديش طلعت تخرج المصاري، يعني انه ولو من الصبح لهلا ما طلعت شيء. الظهر طلعت غضب وحب. الحب اضعف من المحبه، وفي اقوى من المحبه، وسامحوني العشق. وفوق كل هال بتشوفون في الرحمه، ما لها وجه وقفه، وسعت كل شيء. فاذا العشق عاشقة الله، وهذا العشق وحتى المحبة يلي أقل، ما بدها أبدا ديكور. بتمنى على كل وسائل إعلامنا بنوع خاص الأخبار، نحط يلي مذيعة الأخبار ما تكون حتى ميك أب، وتكون من كل الأعمار، يعني بعمري بعمر أصغر شوي أو أكبر شوي، كمان نجيبهم يقعدوا على الشاشة مش تيمثلوا. ما بدنا تمثيليات بقى، وما بدنا ترجمة. يعني وقتها هديك كانت وحدة من مكسيكي، بعدين هلأ التركي، وبعدين ما بدنا إياهم. حطوا اللبناني يحكي لبناني، السوري سوري، العراقي عراقي، كل واحد لغة بلده، لغة أمك. إذا أنت لبناني ومرتك أمريكانية، تنقول بيحكي الولد لغتين، لغة أمه ولغة أبوه ولغة الدولار حول العالم، وبتختار أنت لغتين. بعدين هو بيتعلمون لعمر 10 سنين، عن إديوكيشن بلا مدرسة، رح تكون بلبنان قريبا. علمتني الحياة، الامتحان بالأول وبعدين الدرس. كل مدارسنا والجامعات والمشافي والمطاعم والما ما 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 بدنا نشيلها لحالها، وقعت الكذبة ما بتضايق، ما بيصح إلا الصحيح. وقت اللي بتسمع لولد عمره 5 سنين 7 سنين 8 10 12 بيفهم أكثر من الأستاذ. الأستاذ بيقرأ بالكتاب، بيجي ببق الكتاب، ما بده كتاب، هو بيعرفهم بالقلب. هو بيحكي مع العصفور، وبيحكي مع النملة، وبيحكي مع الصرصور، بيحكي مع الغيوم والنجوم وكلهم. هيدا الغنى، كتابنا المقروء والمنظور سيدنا إبراهيم. ستنا هاجر ما عرفت من مين بدها تطلب، يعني عارفة إنه الوجود هو هيدا السر الموجود، ما تفتش على المفقود، بيروح الموجود. عطاها زمزم، زمزم شوي بدها لابنها، ما فكرت بحالها. فإذا اليوم كل واحد منا يقول خبزنا كفات يومنا. المسيح قام كل لحظة، مش روم وكاثوليك وماروني ومنيح البدهور شوير عم بيوحده. 2000 سنة قلنا ما اتفقنا، بعدنا سني شيعي وكاثوليك بروتستانتي و 17 كنيسة بيحمينا، قال لهم ولا هالقد انتو كفار ما بتأديكم.
إذن هيدا التوحيد هو الحل. وحدوا، بس مش توحيد بني جهل، توحيد بني عقل. ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي. كل هالشريعة اللي عم بتشوفوها اسمها ايديولوجي أو ايديلز، عرب ايديلز، دخيلكم يا عار العالم، مون عليك راغب عليه، يعني كلمة تتفه عليك تكريم. كلنا حبينك بالضيعة، شو صار فيك؟ تمشي معك هيك حراس ومدري شو، لأنك صرت سخيف. أنت الوحيد اللي خدت كنيسة مارجريس مدري مدرسة سان جورج وما غيرت الاسم، وما كنا نعرف وما نخبر أولادنا مسلم مسيحي. صار كلك عياري من ضحكتك ومن شكلك وهاللي بتطلعوا معهم عرب ايدلز. كل برامجنا بتجي من برا، بيعطونا الكباية وبيشيلوا المي والهواء وبيحطوا درا حرام، وتصيروا تنتخبوا هالولاد مين بده يكون مغني. كله هيك، كلنا كل برامجنا مين بيجيب دعاية بيعملوا له برنامج، بيعملوا أي برنامج. هون فك البرمجة، مش ريبروغرام، دي بروغرام، خلاص إيريس بروغرام. ما نبرمج حدا بقى، تركوا الفلاد على الفطرة تعيش. الأم والبي لازم يروحوا يدرسوا PTA Parents Teacher Association، موجودة بالكتاب، بتضلوا ببيتكم وفيك أنت تعملي إنتاج وأنت بالبيت، وأنت تشتغل 4-5 ساعات تجي بتعيش مع عائلتك ومع أولادك، يكون مصروفنا قليل، قد بساطك مد إجريك مش كفرشخنا. بدنا نغير كلمات كتير بلبنان وأسماء شوارع وأسماء مدن. عم بسأل مبارح هيدي طرابلس، يعني هالكلمة حلوة كتير، تري تري بولي، ثلاث أبواب. دايما هالثلاثية أب وابن روح قدس، بسم الله الرحمن الرحيم، 1-2-3. The divinity of trinity. بس تسكر باب العلم، وقت اللي شافوا انه العرب عم بيزيدوا تناسلوا خلف وخلف وخلف، جيب خليفة بس مش 20-30 جيفة، قال وقعوا شيلوهم لهالعرب. 2% حكمين العالم، حكمينه بالشر. دايما عندهم الحكم يلي عامل الناس مثل ما بتحب انهم يعاملوك. هلل قال هيدي، وهيدي للدين يهودي، وما حدا منهم فكر. بس هلا كيف يعني اذا انت ساديزم وماسوشيزم، بتحب تعذب وبتحب تتعذب، انا بدي اعيش معك؟ مشان هيك صار الزواج هو سبب الطلاق، الرجال بيعذب المرأة والمرأة بدها تتعذب، وبدهم يعذبوا بعضهم عذاب وتعذيب. هيدا هو الزواج، سبب الطلاق هو الزواج. ما بقى في ما جمعه الله، بيجمعون الاولاد، يعني ما فينا نطلع عنا اولاد. هي بال80 هو بال90 راح يطلوا، ليش هلا؟ قالوا مات ولادنا واحفادنا. خلص تساكنوا، اقعدوا مع بعضكم، شوفي 1000 رجال وانت شوف 1000 مره، هيدا جسد. 7 7 7 7 خلصنا. بال28 ما بقى هالرجل وهالمراه جسديا بيتقاربوا. ما جمعه الله مش معناته جسديا منه معه، بلا، بس وانكحوا ما طاب. رجل قوام جيب بنته، أم أبيها، هي أمه اللي ربته. مثل ما بتعمل أحلى سيارة توصل للعلم، بدك صبي، بدك بنت، كيف شكله، مثل ما بدك أنت بترسمه، أنت بتطلبه، وساعة اللي بدك يوتناسيا، مع السلامة، استخارة. ولكن مشكلتنا العرب إنه ما بنقرأ، وإذا قرينا ما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، وإذا وصلناها بنوصلها غلط. مشان هيك بدي فرجيكم صورة، هيدي حقيقة،
ما تفكروها أنا شفتهم الآن. المجاعة اللي بالعالم ليش عم بتصير؟ There is more fruits، في فواكه كتيرة بالشامبو، والأطفال مع معهم حق ياكلوا فواكه. في أكل بلبنان صار عم ينكب بالبحر تتضل غالي السعر. كنا بالضيعة وبكل ضيعة، بس أمي تعمل قهوة يشموا يروحوا عند روز يشربوا قهوة، وكل وحدة تحكي عن حماتها وتحكي عن جوزها، في شغلهم هذا الاعتراف. كانت إذا أمي عملت تبولة تبعت صحن لعند الجارة، والجارة تبعت لصحن، يقعدوا على السفرة من كل الجيران في صحن صحن صحن. هاي الميزة. كانت الخميرة تتوزع بكل الضيعة. اليوم الخبز كله بلبنان مضروب، كل واحد بيعرف وسخ بيته وعلة عائلته. إن شاء الله بحاس بياك بدأت أعمل خبز، لأنه شفت صبي خلقان باب البدن عنده مفتوح، وهلأ عمره 8 سنين كل شيء تحت ما بيقشر، بس بيعرف يحب. أعطيته خبز أحلى شوية من الخبز يلي بالسوق. صار 4 ساعات طاين. فإذا بدي رغيف خذوا كله، هذا هو جسدي. بدي رغيف في خميرة طبيعية وقمح طبيعي ومعمول على الحجر، نعطيه لأطفالنا يلي بسببنا عم يجوا هيك. ما بدي إشحات، ما بدي أي مؤسسات إنسانية، ما منا موجودة خلاص. بس بدي أم أنت بتعملي خبز، ولو الرغيف شو ما كان غالي بنشتري. أنت بتعملي حلويات بدون سكر. أمريكا كلها اليوم عم بتقول شيلوا السكر، بيعمل غضب بالإنسان، شيلوا الألبان والأجبان. هذا طبيب أطفال. Don't drink your milk. انتبهوا، هيدا الملح نحن عنا لاكتوز انتولرنس، ما فيني اقبل ولا حليب البقرة ولا حليب المعزية، شوي من المعزية اقرب. عند الضرورة شقفة جبنة من شارك، باللبن من شارك، بس مش كل يوم. وهلا الألبان والأجبان كلها دايت ولايت فود ودايت دايت. ساعتها تقروا هيدا الكتاب صغير وبتشوفوا ساعتها انه ليش اولادنا عم يجوا مرضى، وليش هالتطعيم. ما بدي التطعيم، فاكسينيشن. انتبهوا ما تصدقوا كل شيء بيقوله الطبيب، شو بيقول الطفل، شو بتقول الام. حليبك انت، حليب البودرة افضل من حليب الام. ولو هلا عم بيركبوا اولاد تركيب، ما بقى بدهم لا رجال ولا مرة، روبوتولوجيست. كل فكرة عم بيحققها الشر. إلا عبادك الصالحين، وقليل كتير عم بيغلبنا. فإذا اليوم نوايينا كلها بدها تكون على 24 ساعة منجرد، شو ما شفت شيء سيء بسببي، بسببي، هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا إجره مكسورة، هيدا راسه، هيدا إيده، بسببي، بسببي، بسببي. الحق علي، الحق علي، الحق علي. وقت بتشوف الحق علي بتصلحه. إنما الأعمال بالنيات، نغير نوايينا قد ما فينا، نخفف من كل هالميك أب، حطوا ويك أب. اليوم في قبيلة وبعتين وراي بتجي تعيشي معنا، من هن وصغار بيضلوا يلبسوا البدلة، كبروا كبروا كبروا، بس صار عمره 18 البدلة اللي بيلبسها بيموت فيها وما بيتحمموا ابدا، ما بيعرفوا الحمام، ما بيعرفوا البوسه، ما بيعرفوا الغمره، ما بيطبخوا، ما في نار. بارادايز اون ايرث. وعم بيقولوا لهم فيكن عندكن نوايا؟ نعم، بيقدروا يتحكموا بالكره الارضيه تكون كلها ايجابيات، ولكن عم يحكوا مع الارض، بيعرفوا لغه الدنيا ولغه الاخره. إنه إذا ما صار في دمار شامل
راح تأثروا هالكرة الأرضية على غير كواكب، بنشيلوا متنوعات البرمودا والأطلانتس، صار في كتير تلوث هون، ما بقى تحملنا الأرض، بدها تبلعنا. فإذا where are we going؟ هلأ يجي الموت، نحن ثلاثة بالستوديو، لوين منروح؟ الكتاب من شي 40 سنة أنا عم بقراه، قلت بدي أخده على لبنان، قالت لي خلصي قبل ما تحكي. لقيته صعب وخطير، بس هلأ كشفت الدنيا كلها، صارت هالكرة الأرضية قرية صغيرة كبسة زر. وأنا عشت معه، شفته، وعشت اللي اجت من بعده، شاف ام حامل قال رح تجيبي بنته صبي، الصبي ما بيطول كثير بس البنت بتستلم مطرحي وحلوه كثير. وبعدين تعرفت عليها وصرت اخذ لها تبوله واكل من عندنا يعني بلدي. سكرت كل مراكزها بامريكا ورجعت على الهند مكتنندا. فاذا كل واحد منا بده يرجع على جذوره. أنت من لبنان خليك بلبنان، تترك الضيعة بتروح مطرح تاني بس بعدك بلبنان، لأنك خلقت هون جسدياً، الجسد بيتناغم مع ترابك. مشان هيك بس واحد يدفنوه بيرجعوه على الضيعة مطرح ما خلق. هيدي علم واحد وصفر. هالعلم موجود إذا أنت بتحب تكون بهالوجود.